wa kulli mujahidi lillah bi ahli al-badria ya Allah lakum bushra al-rijati wal qabuli min al-maula bi wasitatir rasuli da'a ila niayati fastajabtum وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم وكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. أحييكم تحية إِسْلَامِيَّةً تحية مباركة تحية أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمات الجهل والدياج الحمد لله الذي هدانا بعمده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا ودانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين سبل السلام أما بعد نحن نخص منكم بذكر مجلس التحكيم ورئيس الجلسة التي قد أعطاني فرصة لقيامي بين أيديكم لألقي خطبة موجزة يتعلق بأجيال الزكية والسالمين والمتخلقين بأخلاق الكريمة إن أيام الشباب هي أيام ملئت بالأمل والمثل وحياه الرومانسيه جمال الشباب مزين بشكل جسدي لا يزال قويا والسمع لا يزال دقيقا والعقل لا يزال حذرا فلاجل ذلك كله كان الشباب جدير ان يكون محدده التقدم والتراجع للبلد ولأنه قد ثبت منذ زمان بعيد إلى الآن وحتى المستقبل وفق للفطرة الشبابية، هم العمود الفكري في تنمية البلد، وهو كما قال شيخ المصطفى الغلاييني الشاعر المشرو إن في يد شبًا أمر الأمة وفي أقدامهم حياتها. Ziyadah ala dhalik Qala sukarnu Mi'lanul jumhuri Indonesi Zasa marah Atini ashtrata syubban Azabihim ud-dunya Ayyus syababi syajalu Hazal balad fi kimmati Taqaddumiha Hunaka thalathu ma'ahir Ta'hiluha an takuna Mawjudatan rosikoh Lada syabab Al-awwal الزكاة والفطنة، كما قلنا سابقا أن الشباب هم العمود الفكري في تنمية الأمة والبلد، ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون لهم زكاة والفطنة، ولأن بالزكاة والفطنة من المتوقي أن يتناقش الشباب مع دول شت من حيث الأفكار والإبداع والإبتكار والثاني سلامة الجسد الذكاء وحده لا يكفي للشباب كأحمل الأمة كما يقول مثل العربي العقل السليم في الجسم السليم الجسم السليم يدعم التفكير يصعب التركيز على جسم مريض على التفكير والتركيز وعلى القيام بالأنشطة اليومية والثالث أخلاق الكريمة لا بد مقارنة الزكاء والفطنة بأخلاق الكريمة والشخصية نبيلة فإن الشباب الذي ينتهي بهم الأم إلى الأخلاق الحميدة سيكون لديهم بالتأكيد كما قلنا سابقا أن الشباب هم العمود الفكري في تنمية الأمة والبلد، ولا يتعدى ذلك إلا أن يكون لهم زكاء والفطنة، لأن بالزكاء والفطنة من المتوقي أن يتنقش الشباب مع دول شت من حيث الأفكار والإبداء والابتكار، ربما كفيتونا كلامي اذا وجدتم مني الخطاات اطلب منكم الافوا انظر ما قال ولا تنظر من قال ولا تحب من قال ولا تنسى الي والله موافق الى اقوام الطريق والسلام